والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة. ميرنا إيهاب نتحول إليها معها المزيد من الأخبار. تفضلي ميرنا، أهلا بك. شكرا لكم نهى وسحر، والآن جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على مستقبل الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن عام 2022 شهد اضطرابا ملحوظا تعرض خلاله الاقتصاد العالمي لصدمات سلبية متعددة. وأشار مركز المعلومات إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات متزايدة تمثلت في تباطؤ النمو العالمي خلال جائحة كورونا وتراجع معدلات الإنتاج نتيجة سياسات الإغلاق في مختلف دول العالم، إضافة للأزمة الروسية الأوكرانية وأثارها السلبية. كما أكد المركز أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى تباطؤ النمو العالمي في 2023 فيما يمثل أضعف أنماط النمو على الإطلاق منذ 2001، حيث توقع الصندوق أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي بنسبة تقدر ب 2.7% في عام 2023. اقتصاديا، بحث وزير البترول طارق الملا مع سفير أذربيجان بالقاهرة ألخان بولوخوف سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين والفرص الاستثمارية المتاحة في مجال البترول والغاز والطاقات الخضراء في مصر. وأشار الوزير خلال اللقاء إلى أن القطاع يمتلك تسهيلات تصنيع متميزة للمهمات والمعدات، بالإضافة إلى الخبرات التي اكتسبتها شركات البترول المصرية خلال السنوات الأخيرة في مجال تصميم وتنفيذ المشروعات الهامة داخل مصر وخارجها، وإمكانية مشاركتها في مشروعات البترول والغاز بأذربيجان. ووجه وزير البترول الدعوة لوزير الطاقة الأذربيجاني لحضور مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2023 في نسخته القادمة في فبراير المقبل. أكد محافظ القاهرة خالد عبد العال أن سوق السيارات الذي أقامته الدولة بطريق العين السخنة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي يعد نقلة نوعية في شكل الأسواق المتكاملة، وتم تنفيذه بأقصى المعايير العالمية في الجودة. وخلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة أكد المحافظ أن الدولة تبذل جهدا كبيرا لضبط الأسعار وإحداث توازن بها، مشيرا إلى توفر جميع السلع في الأسواق. كما أكد محافظ القاهرة على استمرار المحافظة في التوسع في إقامة منافذ بيع السلع الغذائية، وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين وخلق المنافسة بما يساعد على استقرار وتوازن الأسعار. أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب وسط تداولات مرتفعة. وارتفع رأس المال السوقية بنحو 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.52 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 91% ليغلق عند مستوى 15981 نقطة. كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 2.23% ليغلق عند مستوى 2962 نقطة. وصعد مؤشر اي جي اكس 100 بنسبة تقدر ب 1.73% ليغلق عند مستوى 4431 نقطة.
أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبيك بلس أن الطلب الصيني على النفط سوف يتعافى هذا العام نتيجة تخفيف الدولة الآسيوية للقيود المرتبطة بفيروس كورونا، وأبدت تفاؤلاً بشأن توقعات الاقتصاد العالمي في عام 2023. كما توقعت أوبيك أن يرتفع الطلب العالمي في 2023 بمقدار 2.22 مليون برميل يومياً أو 2.2%. كما تتوقع أوبيك نمو الطلب الصيني بمقدار 510 ألف برميل يومياً في عام 2023. وفي غضون ذلك أوضحت أوبيك أن إنتاجها من النفط الخام في ديسمبر ارتفع بمقدار يقدر ب 91 ألف برميل يومياً ليصل إلى 28.97 مليون برميل يومياً. أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية منخفضة مقتفية أثر نظيرتها العالمية، إذ جدد ضعف النمو الاقتصادي في الصين المخاوف من الركود، لكن أسهم الإمارات واصلت الصعود، وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية بنسبة تقدر ب4%، لكن سهم أرامكو عملاق النفط تعافى من خسائره بالارتفاع بنسبة تقدر ب2%، وهو مؤشر السوق القطرية بنسبة 2.2%، مواصلا خسائره للجلسة السادسة على التوالي مع هبوط معظم الأسهم المدرجة على المؤشر. وفي المقابل ارتفع المؤشر في أبوظبي بنسبة 1%، كما زاد مؤشر السوق في دبي بنسبة تقدر ب7%. حذرت منظمة العمل الدولية من أن التباطؤ الحالي في الاقتصاد العالمي سيجبر المزيد من العمال على قبول وظائف منخفضة الأجر ومحفوفة بالمخاطر تفتقر إلى الحماية الاجتماعية. وتتوقع منظمة العمل الدولية ارتفاعا طفيفا في البطالة العالمية هذا العام بنحو 3 ملايين شخص لتصل إلى 208 ملايين شخص. التضخم، الأزمة الاقتصادية العالمية، وباء كورونا، عوامل دفعت الأزمة الاقتصادية إلى التفاقم وتزداد يوماً بعد يوم. ناقوس الخطر دق على يد العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية بضرورة مجابهة العالم لتلك الأزمات والتي تلقي بظلالها على الشعوب. آخر التحذيرات جاء على لسان منظمة العمل الدولية التي رأت أن التباطؤ الحالي في الاقتصاد العالمي سيجبر المزيد من العمال على قبول وظائف منخفضة الأجر ومحفوفة بالمخاطر تفتقر إلى الحماية الاجتماعية، ما يفاقم انعدام المساواة الذي زادت بسبب أزمة كورونا. المنظمة الدولية توقعت كذلك ارتفاعا طفيفا في البطالة العالمية هذا العام بحوالي 3 ملايين شخص لتصل إلى 208 ملايين شخص. بالإضافة إلى ذلك، وفي الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار بشكل أسرع من الدخل الإسمي للعمالة بسبب التضخم، فإن المزيد من الأشخاص معرضون لخطر الوقوع في الفقر وفقاً لتقرير المنظمة الذي تخصصه سنوياً للتوظيف. التقرير يوضح كذلك أن التوترات الجيوسياسية الجديدة والحرب في أوكرانيا واستمرار المشاكل التي تواجهها سلاسل التوريد العالمية كلها عوامل أدت إلى حدوث حلقة من التضخم المصحوب بالركود. ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الوظائف بشكل ملحوظ هذه السنة لتسجل 1% مقابل 2.3% في عام 2022. انتهت جولتنا الاقتصادية، والعودة إليكم مرة أخرى سحر ونهى. شكرا جزيلا لك مرنا.